السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير ومرتاح. حبيت اليوم اسوي لكم كرات جوز الهند او كرات مبروك جوز الهند، شو تحبون تسموها. طبعا فتشي روعه جدا سهله، مكونات بسيطه ومتوفره بكل بيت ان شاء الله. يا ربي تعجبكم. تابعوا الفيديو حبايبي للاخير حتى تشوفون المكونات، كلش بسيطه وسهله، وإن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. وألف صحة وهنا علينا وعليكم مقدما. تابعوني حبايبي. حبيت اليوم أسوي لكم نوعية من الحلويات سهلة سريعة لضيوف الغفلة، للي حابب يسوي تعليلة يعني، وتكون سريعة مو صعبة عليه، ومقادير إن شاء الله متوفرة بكل بيت، مو مكلفة بنفس الوقت. طبعا حبايب أنا ما راح أسوي كمية كبيرة، راح أسوي كمية قليلة من هذا الحلويات أو الحلى. انتم براحتكم، اللي يريد اكثر من هالكميه يضاعف المقادير، وان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. طبعا انا عندي مبروك جوز الهند قلاص واحد، وعندي حليب مكثف، هذا الحليب اي نوعيه اللي موجود عندكم متوفر. طبعا انا راح اخذ قلاص من المبروش، بس الحليب المكثف يعني حسب المبروش، مرات المبروش يعني يحتاج كثير حليب العفو او قليل، فحسب ما يحتاج راح اخذ من عنده، يعني مو باكيت كامل لانه يعني العلبه كبيره كثير بيها كومه، فما راح اخذ هاي الكميه. فراح هسه ابدي وياكم حبايبي ان شاء الله، راح افتح قوطية الحليب المكثف وارجع لكم حبايب. هسه حبايبي نبدأ بطريقة العمل. طبعا اول ما نضيف المبروش جوز الهند كل الكمية الموجودة عندنا، وابدي باضافة الحليب المكثف واخلط، والافضل انه اخلط بايدي او بالخاشوقة عادي ما يأثر. نبدي نضيف شوي شوي ونخلط الى ان يصير عندنا القوام اللي احنا نريده، الى يعني تكون تتلابس عندنا مثل العجينه او اقل من العجينه، مو عجينه عجينه، بس نقدر نشكلها الى كرات. هي هذا الحلى اسمه كرات جوز الهند. طبعا كلش طيب، فتشي راقي للضيوف الغفله، لل يعني بالتعليله. باشر ان شاء الله راح يجينا عن قريب رمضان ان شاء الله، الله يبلغنا ويبلغكم رمضان ان شاء الله وانتم بصحة وعافية إن شاء الله يا ربي. فهذا كلش طيب إنه واحد يسوي برمضان. حبايب من أشوفه يتلابس بهالشكل أقدر أشكله كرات، شوفوا بهالشكل شكل عندي كرات، هذا هو اكتفي. انا تقريبا ما خليته هوايه يعني كلش قليل من العلبه مات الحليب، بس انا راح اضيف شويه. طبعا هذا الحلى ما يحتاج لا شكر ولا شيء لانه الحليب عندي هو محلى كامل، فما احتاج لا شكر ولا اي منكهات، لانه راح اخلي يعني بطعم جوز الهند ينطيني طعم ونكهه كلش طيبه. طريقته جدا سريعة وسهلة وما تحتاج، بس يحتاج ورا من كمله نخليه بالبراد او الثلاجة يعني وقت حتى يتماسك عندنا المبروش ويكون اريح، ما يتفتت بسهولة من ناكله بهالشكل حبايبي. وابدي وياكم بالتشكيل. هسه حبايبي ابدي وياكم بالتشكيل. طبعا اي صحن عندكم للتقديم تحبون يعني تقدمون به، انا عندي هاي الكاسات عجبتني اقدم بيها لان الكميه مو كلش كبيره. طبعا انا لابسه شيف، صعب علي انه اشكله مثل ما تعرفون الحليب يلزق بالكيف بهالشكل حبايب. صارت عندي كرات وأخليها وأشكل البقية. وأرجع لكم حبايب. طبعا تشكيلها كلش سهل مريحة ومو متعبة وما تحتاج لا دهن إيد ولا أي شيء، شوفوا هسه أنا بالكف يعني
وعادي جات الشكل عندي وماكو ان شاء الله شيء صعب علينا. نكمل الكميه حتى تشوفون ايش قد صارت عندي هاي. وهاي الكرات حبايب انتم براحتكم تريدون تكبروها او تصغروها، انا اكتفيت بهالشكل هذا. القياس كلش حلو، تقدرون تحشوها اللي عنده جوز او فستق او اي شيء، او حتى لو حبات مال شوكولاته او كاكاو تقدرون تحشوها وهم تطلع كلش طيبه ونكهه مميزه. اكمل حبايب وارجع. هاي حبايبي اذا تريد تحشوها حتى اشوفكم الطريقه، جدا سهله. لما بهالشكل اخلي البندقه اضغط عليها واحاول اكوره واعدله. صارت عندي بهالشكل. اكمل البقيه حبايبي وارجع لكم. وهسه حبايبي بعد ما كملناها صارت عندي هاي الكميه، يعني كلش حلوه، مالت عائله 3 نفرات تقريبا، يعني كل الزينه على قياسنا، او هم تكفي اكثر من 3 نفرات لانه هذا بصراحه حلو فما ناكل هوايه منه. طبعا للتزيين انتم براحتكم شو تحبون تزينوها. انا عندي من هاي الكاكاو، كاكاو مر يعني بدون سكر، ذوبته على حمام مائي وهسه راح اضيفه بهذا الكيس حتى ازين بيه، وانتم براحتكم حبايب شو تحبون تزينوها عادي ترهم باي شيء. وحتى اذا تركوها هيك هي، مجرد انه شكل هاي الكرات شكل شكلها يعني حلو جذاب. طبعا انا اخذت كميه كلش قليله لان انا عندي كميه قليله ما احتاج هوايه. وهسه نبدي حبايب شلون تحبون تزينوها. بسم الله شوفوا حبايب تنطي منظر كلش حلو. واللي يحب يزين الصحن هذا براحتكم حبايب. وبهالشكل هذا صار عندنا طبق كلش حلو مالت حلويات يجنن وبسرعة، يعني ما طول بإيدي يمكن لو مو تصوير وشوية ياخذ وقت، يمكن ما يطول 5 دقائق. وألف صحة وهنا علينا وعليكم يا رب. هسه حبايبي نسيت ما قلت لكم لازم ادخله البراد او الثلاجه، اذا مستعجلين شغلت نص ساعه او ساعه، واذا ما مستعجلين فالافضل انه نسويها مثلا من الصبح لليل، مثلا بايام رمضان نسويها الصبح او الضحى الى التعليله او وقت الفطور تطلع روعه. ان شاء الله الله يبلغنا رمضان احنا وياكم والحبايب اجمعين ان شاء الله يا ربي، وانتم باتم الصحه والعافيه يا رب. ربي يحفظكم جميعا ويحفظ أحبابكم. مع السلامة حبايبي.